سمعت التقرير قبل قليل، بغض النظر عن البيانات اللي هي يعني موقع الفصائل على التليجرام، الحقيقة إحنا لدينا يعني استهدافات يعني من جانب الـ ISW اللي هي معهد الحرب الأمريكي، وهو شخص 72 استهداف لحد هذه اللحظة كانت عين الأسد وحقل الأمر النفطي وقاعدة الحرير، يعني قاعدة حرير عفوا هي الأكثر إصابات. وكذلك هو يعني في أول استهداف هو تحدث عن وفاة أحد المدنيين، هنا نتحدث عن الجانب الأمريكي طبعا بالتأكيد، وفاة أحد المتعاقدين الأمريكيين وإصابة 5. وقبل الحادثة الأخيرة قبل أيام، يعني قبل يومين تحديدا، عندما ضربت القوات الأمريكية جرف الصخر وما حدث في طريق أبو غريب، كان واضحا أنه ردة فعل أثر إصابة قاعدة عين الأسد وإصابة 10 أشخاص. جوابا على سؤال جنابك، هل هناك سيكون تصعيد؟ طبعا إذا تلاحظ يعني هي يعني هناك متغيرات، يعني مسألة هدنة غزة أو شيء من هذا القبيل، لأنها هي واحدة من تلك الأسباب التي شعلت المنطقة. قد يكون هناك نوع من الهدوء حاليا يحدث، وهو يعتمد على تلك المتغيرات التي نتحدث عنها، لكن بقاء الأسباب يعني قد يرشح الأمور للتصاعد في أي لحظة. الجانبين الأمريكي والمقاومة يعلمون تماما أنهم يعني حاليا هم يتصارعون في أرض يعني هي عراقية. المشكلة أنه لدينا حكومة يعني هي تحاول تمسك العصا من المنتصف بأنها تفاوض من جهة الولايات المتحدة ولديها علاقات اقتصادية، ومن جهة أخرى هي لديها اتصالات بشكل أو آخر بتلك الفصائل. أنا أحد الأشخاص بصراحة يعني تواصلت مع هيئة الحشد الشعبي في مرحلة ما. نعم. إذا تذكر كان هو لديهم بيان سابقا أنه إحنا راح ذاهبين إلى إنذار أو شيء من هذا القبيل، فكان يعني من حقنا أنه يجب أن نستفهم ما نوع الإنذار وما هي الأسباب، فكان الجواب واضح أنه نحن هيئة لدينا علاقة مباشرة بالحكومة ونأتمر بأمرها. نعم. ولا يوجد أي شيء من هذا الإنذار مطلقا. فكان السؤال الثاني، وما هي الفصائل التي هي يعني تضرب الأمريكان ولديكم أنتم علاقات معها؟ فكان الجواب الثاني أكثر وضوحا، إنها فصائل منشقة ولسنا جزءا منها ولن نوفر لهم الغطاء القانوني.